شو العلاقة الجميلة ما بينك وبين الجمهور؟ دائما ترقصون مع بعض وتسولفون، شو صار العلاقة الحلوة بينك وبين الجمهور الأهلي؟ احنا مفتوحين معاهم وكما قلت لك ديما كيساندونا وحنا كنحاولوا اننا نخدموا احسن حاجه باش نرضيوهم. طيب كابتن بخليك العب يا لاش، يعطيك العافيه يا كابتن. مبروك يا كابتن، جزاك الله خير حبيبي، الله يسلمك.